السلام عليكم وصباح الخير. طيب اللي انا حابب اتكلم عن كتاب انتهيت منه قريب، وصراحة غير حياة كثيرة في حياة كثيرة في الحياة اللي انا كنت فاهمها عن العالم عموما. واحدة من الحياة اللي بتخليك، او واحدة من الحياة اللي سامحة انك تسافر، انك بتكتشف حياة جديدة، وبتكتشف انه كل ما مشيت لقدام كل ما المفروض تقرا اكتر. فالكتاب اسمه Factfulness، مؤلف واحد اسمه هانس ومعاه بنته ولد زوجته على ما اعتقد. فالكتاب بيتكلم عن انه يا اخي الحقائق اللي قاعدة احس في العالم، وكيف ان الناس فاهمين العالم بطريقة مختلفة شديد. فهو سويدي كان شغال في المجال بتاع الطب، وبعدك بدأ يشوف انه يا اخي الناس قدر ما يتكلم عن حقائق الناس بتكون مبهورة شديد. فاتكلم في تيدكس، اتكلم مع ناس كمية شديد. في النهاية قام عمل تيست، التيست فيه 13 سؤال. اهم حاجة في التيست انه التيست عمله على جهتين او على نوعين من الناس، عمله في البشر وعمله في القرود. البشر ما هي جاب احسن ناس، جاب مثلا الناس اللي بيكونوا قاعدين في المنتدى بتاع الاقتصاد العالمي، ناس جائزة نوبل، الجامعات العالمية المعروفة، كل الحاجات دي. وجاب القرود، فقام سأل الأزرق 13 هنا، وسأل الأزرق 13 هنا، و للمفاجأة إنه طلع إنه ناس القرود جابوا درجات أكبر من البشر في حقائق عن العالم. السؤال الوحيد اللي يتفوق فيه البشر عن العالم، على القرود معلش، انه رأيهم في التغير المناخي، وهل الارض ماشية تسخن ولا ماشية تبرد. فمعظم الناس مشوا على انه يا اخي الارض ماشية تسخن اكتر من انها هي ماشية تبرد او هي ثابتة في مكانها. فده السؤال الوحيد اللي جاوب فيه البشر اكتر من القرود. المغزى من التست ده شنو؟ المغزى من التست انه يا اخي اختيارات القرود دي الاختيارات الراندوم، يعني اذا انا كنت مغمض واخترت اجابات كان حجايب نفس اجابات القرود، لكن نحن كلنا جبنا اجابات خطا اقل من القرود. ده بيعني انه نحن في حاجه معينه في راسنا بتخلينا نختار الاجابات دي، لانه اذا اخترنا عشوائيين هنجيب زي القرود، دي حاجه معروفه رياضيا. لكن لا، بالرغم من ده كله نحن بنجيب اجابات اقل من القرود، فده معناته انه نحن فاهمين العالم اصلا غلط. ما معناته ان احنا نختار اختيارات عشوائيه. حتى لو اخترنا اختيارات عشوائيه، الاختيارات دي مبنيه على حاجات اصلا هي قاعده في راسنا. مثلا واحده من الاسئله كانت كم عدد الاطفال في العالم اللي اخذوا فاكسين، اللي هو اخذوا مضادات حيويه، فاكسين مضاد حيوية، ما مضاد حيويه، لا، اللي اخذوا جرع ضد الامراض. فكانت في 3 اجابات: 20%، 60%، 80%. كي انت تاخد في بالك كده كم عدد الاطفال في العالم اللي اخذوا نوع من انواع المضادات دي او الفاكسينز دي. 20%، 40%، ولا 80%؟ تمام، في الحقيقة هم 80% من الاطفال. فنحن بواقع ان يا اخي العالم ماشي على الفقر والمعارف، الدولة الفقيرة والدولة الغنية والله بلا بلا بلا، الحكاية دي كلها نحن هنكون اخترنا يا اما 20% او 60% غالبا مننا، لكن في الحقيقة هم 80%. دي الحاجة تخلت هانس يبدأ كده بتاع فاكت في الناس كله، ويبدأ التست ويبدأ يتكلم عن الحاجة دي عالميا. في كمية من الناس يقولوا الكتاب ده، منهم أوباما، منهم بيل جيتس، لقوا إنه فعلا الحاجة بتغير في فهم الناس. واحدة من الحاجات برضو إنه الخرافة بتاعت الدول النامية والدول النمت خلاص، اللي هو الديفلوبينج كنتري والديفلوبت كنتري. هو قال لا، إنه ما في حاجة اسمها ديفلوبينج كنتري والديفلوبت كنتري، ما لم نكون بنتكلم عن عام 1965، لكن في 2019 اللي هو حسي عايشين فيها دي، في هو قسمه لأربعة: في دول العالم الأول، دول العالم الثاني، دول العالم الثالث، دول العالم الرابع. فلقى إنه معظم الديفلوبين كنتري الناس، الصين، الهند، ولا بلا بلا الحكاية دي كلها، الناس تونس، المغرب، دي كلها كانت في الديفلوبين كنتري زمان. حسي كلها مشت في الديفلوبت كنتري ما عدا 13 دولة فقط. 13 دولة
دي هي الفضلة في الديفلوبينج كانتري الحسي. فهو اللي قال يعني يا اخي انه ما في فايده من اننا نقوم نقسم الدول ل ديفلوب كانتري وديفلوبينج كانتري، فقام قسمنا على اساس الدخل بتاعهم، اللي هو الناس اللي بتاخذ دخل اقل من 1 دولار، 1 دولار، 4 دولار، وبعد ذاك اكثر من كده لحد وما شاء الله. فدي الفكره بتاع الكتاب، يا ريت الناس كلهم تقروا الكتاب، وحاخذ لينك لاي زوداري داير ينزل الكتاب. وشكرا جزيلا، نشوفكم قريب.